نزلت لفيكتور أوبينا الآن. فيكتور أوبينا النيجيري يحاول. فيكتور أوبينا على الناحية اليسرى تمريرها مع سموال إيتو. أوبينا وسموال أوبينا. أوي أوي الهدف، الهدف الأول في اللقاء لسموال إيتو. سموال إيتو الكاميروني الدولي يقلص الفارق لإنترناسيونالي. مباراة ممتعة، مباراة فيها من الأهداف، مباراة مفتوحة على أكثر من احتمال. فيكتور أوبينا تقدم وتوغل على الناحية اليسرى وخطأ فادح في إبعاد الكرة من الدفاع اليوناني، وصلت إلى الكاميروني القناص الصياد الذي لا يضيع في مثل هذه الكرات، وهو الذي تقريبا يعود له الفضل في صناعة هذا الهدف إثر التمريرة الساحرة إلى فيكتور أوبينا، ومن أوبينا إلى سامويل إيتو. الدفاع